هنعمل مكرونه بالسبانخ، نوع المكونات: مكرونه سباكيتي مسلوقه، طماطم، ذره حلوه، فلفل هالوبينو حار، كزبره مفرومه، سبانخ مفرومه، ثوم، زعتر، بابريكا، وبصل. بصله طبق واحد هيبقى نص بصله، حلقات او يعني نص حلقه. بس عايز اقول لحضراتكم على حاجه بقى لذيذه قوي. هاخد الطماطم الاول والطاسه على النار سخنه من غير زيت من غير اي حاجه، هقطعها كده ويدجز وهخليها تتلسع في الطاسه الاول من غير زيت. بتعمل مش بتبقى محروقه بس بتعمل ريحه زي ريحه ال يعني زي ريحه الشارك، زي ريحه الفحم كده، بس طبعا ما بيبقاش فحم، بس بتخلي الطماطم تبقى زي ما يكون مشويه. الكلمه الصح تبقى مشويه من غير زيت من غير اي حاجه خالص. لحد لما تبتدي تعمل ريحه، وحط معاها شويه ملح صغيرين يطلعوا الميه منها من غير زيت من غير اي حاجه. نسيبها كده لحد لما تاخد بس ايه يعني حته تسود شويه صغيرين قوي. نجهز الثوم، الفلفل ده حراق، خلي بال حضراتكم بس ايه بيعمل حركه بايخه قوي الفلفل ده، بيبقى زي ما يكون مليان ميه، فاول لما بنحط سكينه فيه نخلي بالنا عشان ساعات بيطلع ميه بتطلع في العين او بتبقى مش كويسه خالص. فنقطعها بالراحه كده بحرص، نشيل الجزء التحتاني منها علشان لما نيجي نقطع نقطعها براحتنا من غير ما تطلع ميه. اهي شوف تروح مطلعه ميه كده، المره دي جت كده، ساعات بتيجي في الناحيه دي بتبقى مؤلمه جدا. قطعهم بالطول خلاص. انا كده ما دام شلت الحته التحتانيه مش هيحصل ان هي ايه تطير اي حاجه من السائل اللي جواها اللي هو حراق جدا ده على الطاسه. ناخد بقى شويه من زيت الزيتون. فين؟ عايز بس اوري حضراتكم اللسعه اللي احنا عايزين نوصل لها دي عشان تعمل طعم. معرفش الكاميرا هتبقى جايبه اللسعه الصغيره دي ولا لا، ممكن نشوف واحده تانية. ريحتها انا شامم ريحتها اللي هي تبقى ايه تاخد بس لون صغير قوي كده. وبعدين نحط الزيت 3 معالق، وبعدين البصل والفلفل الهالوبينو، سنه ملح صغيره برضه مش كتير لان المخلل حادق. قلب اهو، اللزقه بقى اللي بقول لحضراتكم عليها اللي تحت دي هو ده اللي بيخلي طعم الطماطم مختلف خالص. ثوم، سبانخ بيبي سبينتش، سبانخ الصغيره متقطعه مفرومه بالطول. السبانخ بقى البيبي سبينتش دي مش بتعمل زي السبانخ البلدي بتاعتنا، ما بتقلش قوي. احنا السبانخ لو جبنا حبه قد كده وحطيناهم على النار مفيش ثواني وبتلاقيهم بقوا حبه صغيرين خالص، فدي ما بتقلش قوي. هاخد الزعتر ناشف او اوريجانو او المتاح، بابريكا، قلبهم كويس. الذره الحلوه بتبقى في الاواخر دايما عشان مش بيفضل قوي انها تقعد على النار عشان طعمها ما يمررش. والمكرونه مسلوقه من غير صلصه من غير اي حاجه. طبعا عايز اقول لحضراتكم ريحه المكونات دي كلها مع بعض عامله ريحه جميله قوي.